أنا الملازم أو سيسر عيسى، مرتبات فوق الشيفونية. أنا ضابط قبل ما وابن ضابط. أنا إلي 3 سنوات أسير. رسالة إنه يوقف قصف، لأن الآن نحن موجودين بين المدنيين، مصيرنا من مصيرهم، حالنا من حالهم. نرجوه إنه يرقف في حالنا ويفاوض علينا ويوقف هذا القصف. وجه رسالة إلى أهلي ببذل المستحيل من أجل إخراجي من هنا. ووجه رسالة إلى سيادة العميد سالم العلي، وأرجوه أن يرقف في حالنا، فأنا مثل ابنه، وأنا ضابط وابن ضابط، وأرجو أن يضحي من أجلي ويفوض علي مثل ما فوض على غيري وأخرجه من هذا. أنا العقيد مهندس معين ديو من مرتبات مستودعات الإشارة. نحن الآن بالغوطة الشرقية بدومة بين المدنيين. كفى سفك دماء، كفى يا النظام سفك دماء، حاجانة يكفينا بقى. ليش بقى سفك الدماء هذا؟ أنا أكثر من 200 شهيد أول مبارح، كل مبارح شي 100 شهيد. ليش القتل هذا والتدمير كله؟ ليه إمتى؟ نحن موجودين بين المدنيين، اللي عم يصير علينا عم يصير علينا. حرام حرام سفك الدماء. كلنا سوريين، كلنا أهل، ب3 سنوات نحن هون. بتمنى إنه ما عاد يطالع طائراته ويقصف سماء دوما، لأنه نحن تحت الخطر. نحن عم نموت يوميا 100 موتة، الشظايا عم تنزل علينا، الأطفال والنساء عم يموتوا قدامنا. بتمنى منه من كل عمري إنه ما عاد يطالع يقصف دوما لا بالصواريخ ولا بالطائرات. بتمنى من النظام الروس السوري إنه يوقف القصف، لأنه نحن أسرى العمالية قاعدين بين المدنيين، مو بإرادتنا. إذا صار شيء لأهل دوما رح يصير لنا شيء. نحن هلأ بين المدنيين. نواف حمدان، بدي وجه رسالة للدكتور بشار الأسد وللنظام. بدي أقول لهم إنه يكفي هذا الدمار ويكفي هذا الخراب، لتكف الطائرات عن الصعود إلى السماء وقصف المدنيين. البارحة وأول البارحة أكثر من 200 شهيد في الغوطة الشرقية. نحن أسرى موجودين هنا منذ أكثر من 3 سنوات، وموجودين حاليا بين المدنيين. ما يحصل على هؤلاء المدنيين الأبرياء سيحصل علينا.